إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن إن شاء الله في هذه الحلقة سنتطرق إلى موضوع كيفية ممكن مشاهدة قنوات الجزيرة بلس أن واحد جوج ثلاثة إلى عشر وزائد HD1 HD2 مجانا على حسابك. إذن أول شيء نذهب إلى فعليك تحميل برنامج VLC.org فيديو لان المعذرة فيديو لان المعذرة في يجب عليك تحميل برنامج فيديو لان تضغط على داونلود direct link نضغط هنا تحميل بعد ثواني قليل دن هذا ننتظر بعد دقائق بعد التحميل ثم يجب عليك تثبيت البرنامج على حاسوبك. اذا الشيء الثاني للتحميل فهو هذا الملف والذي سأضعه في الديسكريبشن يعني طريقة التحميل بعد ان تدخل على هذا اللينك على هذا الرابط تنزل تحت وتضغط على get file كما ترون يتم تحميل انتهى التحميل نسود إذا نلتقي في البارت 2 بعد التثبيت بعد انتهاء التحميل.